التي سيحاكي من خلالها. ونستسمح أباءنا المجاهدين أن نكون في منزل أحتفي بمكتبة فيها الجزائر لدم الشهداء ورسالة الشهداء. أدعو فضل الطابع البريدي هذه القصاصة الصغيرة التي تحمل رمزية كبيرة ينطوي على أهمية بالغة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، حيث كان دائما حاضرا لتوثيق تاريخ الجزائر البعيد والمعاصر، لا سيما ملاحم الثورة التحريرية. لهذا السبب ارتأينا أن نخلد هذه الذكرى بسلسلة جديدة من سبعة طوابع لأبطال نالوا شرف الشهادة في ساحات الوغي وشاء في ساحات الوغى وشاء القدر أن يكون ذلك في شهر نوفمبر. هذه السلسلة تحت عنوان شهداء نوفمبر من الفترة 1954 إلى 1962، وهذا تقديرا لهذه التضحية التي قدموها لوطنهم وشعبهم وتعظيما لصنيعهم ومن أجل تعريف الناشئة بهم. نتشارك اليوم عبق الاحتفال بعيد سبعينية اندلاع ثورتنا الماجدة رفقة وزارة البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي أبت إلا وأن تبقى بصمتها الفنية والمتحفية والتقنية من خلال فن الطوابعية ورمزيته في تثبيت وترسيخ الرساميل الرمزية والذاكرة الوطنية عبر بناها البصرية وأيقوناتها الثورية، تمجيدا لصنيع الشهداء الأبرار. إن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يشكل أولوية حيوية لنقل القيم الأصيلة للأمة الجزائرية ومعاني حب الوطن للأجيال الصاعدة.